ماشي هنا. السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله أستاذ هندرة. نبدأ إن شاء الله، ووصلنا إلى يعني أحكام المد إن شاء الله، اليوم سنشرح أحكام المد. أحكام المد يعني 42. نعم. تفضل يا شيخنا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله. وصلنا يا كرام إلى باب المد أو أقسام المد. هنا سنقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى، ثم نقوم بشرحها كالعادة، أو قبل أن نشرحها نطلب من الإخوة كل واحد يقرأ بيت بيت هكذا حتى نبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى. فيك دين رحمه يقول الله. النار... نعم أنت أولا كيف يشرح؟ أنا سأشرح، سأقرأ نعم. أول أبيات أولا ثم نبدأ إن شاء الله. طيب، يقول الناظم رحمه الله: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلا. نعم. Beliau membaca dan beliau akan menunjuk satu persatu dari antum untuk membaca apa yang beliau baca tadi. Nah, insyaallah. طيب، محمد شريف الدين حافظ، اقرا اول بيت. اول بيت silakan اخي. للمد احكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. جزاك الله خير. بس أبو عائشة. أبو عائشة. أخي أبو عائشة. طيب، يعني هو دخل في البرنامج ثم تركه ومضى، فهذا لا ينفع. طيب. أبو عائشة jangan masuk kemudian ditinggal katanya. نعم. تفضل. طيب. فخري. أخي فخري silakan. نعم أستاذ. نعم، بيت بطيقة. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. جزاك الله خيرا. مارينا. نعم شيخ. سلك عن بيت 44 وجائز 44. نعم، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. بارك الله فيك. استاذ مورني. استاذ مورني. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. طيب، كتعلمون نستعين. طيب، بارك الله فيك. النساء. أو قدام فامزوا على مد على المد على مد وزابد كآمنوا كآمنوا إيمانا خذا. كآمنوا إيمانا خذا. طيب، أستاذ ريكا. نعم شيخ. أستاذة، عفوا، ما في. طيب، تفضلي. ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلة. بتقول أستاذ سارتيكا من البداية أيضا مرة أخرى، نكمل نقرأ الأبيات. المد أحكام. نعم شيخ. أستاذة، ما
42. للمد أحكام. للمد أحكام ثلاثة تدم وهي الوجوب والجواز واللزوم. بارك الله فيك. سوكي. أختي سوتي. أختي سوتي. سلامت أختي سوتي. نعم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة ودام ثم صل يعد. طيب بقص سليمان. سليمان زبير. أيوة أيوة. استمر اقرأ. وجائز مد. أيوة يا أستاذ. وجائز. وجائز مد وقصر. وجائز مد مد وقصر انفصل كلهم بكلمة وهذا المنفصل. طيب انتبه معنا جيدا بارك الله فيك. يوليا. يوليا. نعم. رأي. ومثل إن أرادوا السكون وقفا كتعلمون تستعين. وقفا كتعلمون نستعين. وقفا كتعلمون وقفا كتعلمون نستعين. طيب بارك الله فيك. بقي يا أبو عائشة، هل معنا الآن؟ أبو عائشة sudah hadir. أرسل لنا رسالة على الشات، ماذا يقول؟ أفواني أفواني يا شيخنا، يعني مشكلة في ماذا في مايك. عفوا، لا بأس لا بأس، ظننا بك أمرا. قلنا هذا أستاذ أبو عائشة دخل على البرنامج وترك وهو مضى. Maaf kata saya, beliau menyangka masuk Zoom kemudian ditinggal katanya sehingga tidak menjawab. Enggak apa-apa kalau ada masalah katanya. Barakallahu fiik. Baik, la ba'sa insyaallah. Baik, نبدأ بالشرح إن شاء الله وسأكون بطيئا كما طلبت أستاذة مورني إن شاء الله. نعم نعم. Baik, تفضل يا شيخ. نعم. يقول الناظم للمد أحكام ثلاثة تدوم. هنا يقصد سؤال، هنا يقصد بالمد اللا الأصلي أم المد الفرعي؟ سؤال، من يجيب؟ Siapa yang bisa menjawab yang dimaksud ini adalah mad far'i atau mad asli? Far'i Ustaz, far'i. Mad far'i. Mad far'i. Mad far'i, نعم، نعم. طب المد الأصلي؟ Apa yang dimaksud dengan mad asli? هل يوجد له أحكام؟ Apakah ada hukum? La yujad sabab. La yujad. Idzan kaifa namudduhu? Kalau enggak ada hukum bagaimana memanjangkannya? Idzan mad asli la yujad lahu mad. Mad asli alif sebelumnya fathah. La ana aqul hukmuhu, hukmuhu, hukmuhu. Hukum dari mad asli seperti apa? طبيعي. أنا ما أقول تعريفه. المد الأصلي خلص مجمع عليه أنه دو حركة وانتهى. مد أصلي لا يقسم، لا يقسم. لماذا لا يقسم؟ لأنه ليس له سبب. لكن المد الفرعي يقسم لأن له سبب. كذا شيء mad asli itu tidak terbagi maka dia ada hukum hanya hukumnya cuma satu tidak terbagi sementara mad far'i hukumnya tidak satu tetapi hukum yang terbagi jadi maksud saya bahwa mad asli itu ada hukum hanya hukumnya sifatnya cuma satu yaitu dua harokat saja sementara mad far'i dia mempunyai hukum tetapi terbagi menjadi beberapa itu maksud pertanyaan saya barakallahu fikum. Nah. فهمتم افهموا هذا الامر افهموا هذا الامر نعم beliau menginginkan semuanya memahami ini apa yang beliau sampaikan tadi berkaitan perbedaan antara mad far'i dengan mad asli نعم syekhana نعم طيب اذا نقول للمد احكام ثلاثه تدوم ويقصد هنا المد الفرعي احكام ثلاثه يعني له ثلاثه احكام تدوم يعني دائمه وهي الوجوب والجواز واللزوم يعني أقول مد جائز أو مد واجب أو مد لازم
Dan hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan lil maddi ahkamun salasatun tadum. Maksudnya adalah bahwa lil mad untuk mad itu ahkamun salasatun tadum, bahwa untuk mad far'i itu ada tiga hukum tadum dan selamanya akan seperti itu. Wahiyal wujub wal jawazu wal luzum. Pembagiannya yang disebutkan di bait di dalam baris selanjutnya yaitu mad wajib, mad juiz dan mad lazim. Naam syekh. Baik. كما يقول الناظم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. إذن ابتدأ بالمد الواجب، ابتدأ بتعريف أو حكم المد الواجب، فهو الحكم الأول من أحكام المد الفرعي، وهو المد الواجب أن يكون الهمزة سبب المد. قلنا أن الهمزة هي سبب المد، والمد يعني حرف المد في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فسمي بمتصل لاتصال حرف المد بسبب المد. وسبب المد هنا ما هو؟ الهمزة وليس السكون، الهمزة وليس السكون، لأن الناظم هنا يقول فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang mad wajib. Di sini disebutkan fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Itu mad wajib itu yang pertama adalah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Nah, hamzah itu di dalam satu kata. Muttasil, kenapa dinamakan muttasil? Karena penyebab dengan madnya bersentuhan. Jadi mad dan penyebab dipanjangkan lebih dua harokat, lebih dari dua harokat bersentuhan di dalam satu kata. Fikil matin wada bimuttasil yu'ad. Maka bimuttasil dinamakan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena penyebab dari madnya bersentuhan dalam satu kata. Nah, syekhana. Baik. قلنا في كلمة يعني في كلمة واحدة سبب المد وحرف المد في كلمة واحدة وسمي متصل لاتصال سبب المد بحرف المد. وهنا مقدار المد في هذا أو مقدار الحركات في هذا المد أربعة أو خمس حركات، يعني يجوز أن أمده أربع حركات ويجوز أن أمده خمس حركات. مثال السماء سيئت قروء هكذا. Baik, rahimakumullah, kemudian dinyatakan oleh Syekh bahwa dinamakan dengan mad muttasil dikarenakan penyebab madnya berada di dalam satu kata yang bersentuhan. Kemudian dinamakan mad ini, mad muttasil ini, mad wajib muttasil bisa dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Jadi kita bisa memilih antara 4 atau 5 harakat. Seperti dalam contoh tadi yang disebutkan oleh Syekh as-sama ada 4 harakat, ada 5 harakat atau contoh lainnya. Naam syekh. Baik. Hadza al-madd al-wajib intahayna minhu. Idzan al-madd al-wajib lahu hukmun wahid wa huwa wajib al-muttasil. Thumma nantaqil ila al-qism al-thani وهو المد الجائز، الحكم الثاني من أحكام المد الفرعي المد الجائز. قال الناظم وجائز مد وقصر. لماذا سمي جائز؟ لأنه يحتمل وجهين، الوجه الأول مد، الوجه الثاني قصر. فعندما نقول مد معناه أربع أو خمس حركات مثله مثل الواجب، وعندما نقول قصر معناه يمد حركتين، فلذلك سمي جائز. جائز لأنه يحتمل الحكمين إما أربع حركات أو حركتين. Kemudian hadirin rahimakumullah, wajaizun maddun wa qasrun in fusil. Maka hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah majaiz mud munfasil. Kenapa dinamakan jaiz? Karena dia mempunyai dua wajah. Dia mempunyai dua cara pembacaan. Dinamakan dengan mad adalah pembacaannya bisa 4 atau 5 harokat. Dinamakan kosrun karena dia bisa dibaca dengan 2 harokat. Maka dia mempunyai dua hukum, yaitu hukum mad, maksudnya lebih panjang dari 2 harokat bisa 4 atau 5. Dan kosrun, yang dinamakan dengan kosrun adalah pembacaan dengan 2 harokat.
Maka dengan inilah kemudian mad ini dinamakan dengan mad jaiz, dikarenakan dia mempunyai dua wajah, dia bisa dibaca dengan dua cara. Naam syekhana. Naam. Thumma qala wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Man maqsud bi infusil? Ma huwa alladhi fusil? Sababul mad yufsalu an harfil mad. Faslun bainahum. يعني سبب المد الهمزة في كلمة وحرف المد سواء كانت الضمة أو الألف أو عفوا الألف أو الواو أو الياء في كلمة أخرى. مثال: إنا أعطيناك. إنا الألف حرف المد في كلمة أعطيناك أول حرف من كلمة أعطيناك الهمزة يعني سبب المد في كلمتين فمنفصل بينهما. مثال آخر: قو أنفسكم وأفوض أمري إلى الله. فهنا يكون هذا الانفصال حكما، ويوجد أيضا انفصال رسما مثل يا أيها الذين آمنوا، يا إبراهيم، يا أرض، هكذا. هذا رسما لكن هو في الأصل مفصول، هو في الأصل مفصول ويمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، يعني الطريقة التي نقرأ بها يمد أربع حركات. لكن القصر كما قال الناظم وجائز مد أو وقصر، القصر في طرق أخرى ليس من طريق الشاطبية. نعم. Baharin rahimahullah, apa yang dimakan dengan infusil? Maksud dari kata infusil adalah bahwa huruf mad dengan madnya terpisah. Jadi satu kata ada huruf, ada mad, dan di kata setelahnya atau di kata yang berbeda ada huruf hamzah yang terpisah. Maka dinamakan dengan fusil, infusil, mad munfasil. Nah, in munfasil, maksud kalimat ini maksudnya adalah terpisah seperti dalam contoh inna, inna, ada anak na di situ, kemudian di depannya ada hamzah a'tayna dengan na. Di sini na dibaca empat atau tadi lima kata Syekh, kemudian dengan a'tayna terpisah bukan di dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad yang tadi dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Ku anfusakum, ku dengan anfusakum terpisah bukan di dalam satu kata, maka di dalam tarik syatibiyah dia dibaca dengan empat atau enam harakat. Di dalam tarik syatibiyah menurut jalan atau cara tarik melalui jalan dari syatibiyah, riwayat dari syatibiyah, dia dibaca dengan empat atau enam harakat. Sementara qasr hadirin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Syekh, di ketika mad jaiz ini dibaca dengan qasr atau dengan dua harakat, maka bukan dari tarik syatibiyah tetapi dari tarik yang lain, dari cara atau dari riwayat yang lain. طيب هذا مد الجائز المنفصل نسميه جائز منفصل. الأول واجب متصل الذي في بيت بربلوتيكا، فواجب يعني جائز واجب متصل. أما هذا الحكم فنسميه جائز منفصل، جائز منفصل. طيب أيضا يأخذ نفس هذا الحكم جائز المنفصل، هو ليس موجود معنا في المتن لكن لابد أن نذكره، مد الصلة الكبرى. أخذنا اللقاء الماضي في المد الطبيعي الصلة الصغرى، لنهاء الكناية بين متحركين ليس ثانيهما همز، وأنا ذكرته على الشات مثل به بصيرة هكذا. أنا الآن سأكتبه على الشات إن شاء الله، مد الصلة الكبرى. أيضا الصلة الكبرى تعامل معاملة الجائز المنفصل، تمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وتمد حركتين من طريق أخرى، وتمد حركتين من طريق أخرى لكن من عند الشاطبية تمد أربع أو خمس حركات. مثال: ما له أخلده، هكذا. الآن أنا سأكتبه على الشات إن شاء الله، هذه تمد أربع أو خمس حركات. لماذا؟ لأن هاء الكناية في كلمة وسبب المد الهمزة في كلمة أخرى أنا كتبتها على الشات، فننتبه إليها بارك الله فيك.
Baik, hadirin, beliau memperlihatkan tulisan di dalam chat contoh dari mad munfasil. Tadi dinyatakan oleh Syekh kalau tadi pembahasan di dalam mad muttasil. Mad wajib muttasil dan sekarang kita masuk ke dalam mad jaiz munfasil. Dan kemudian hadirin rahimakumullah disertakan atau sebuah hukum yang disamakan secara hukum kepada mad jaiz munfasil adalah mad silah kubra. Mad silah kubra adalah huruf-huruf dari kata ganti laki-laki yang bersentuhan dengan hamzah di beda tempat. Kalau kita mendapatkan bahwa mad silah hu gitu ya, bersatu di dalam satu kata, kita mengetahui bahwa dia dimasukkan ke dalam hukum-hukum dari mad asli, hukum-hukum dari mad tabii. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau mad silah kubra, dia dimasukkan ke dalam hukum mad jaiz munfasil. Jadi cara membacanya adalah bisa dibaca dengan 4 atau 6 harokat menurut Hafiz An Asim dari Tariq Asy-Syatibiyah. Dari Tariq Asy-Syatibiyah. Nah, kalau yang 2 harokat seperti yang di atas juga adalah dia dari thariqah, dari jalan yang lain, dari riwayat yang lain. Sementara kalau dari Hafiz An Asim dari Tariq Asy-Syatibiyah, dari jalan Asy-Syatibiyah, maka dia dibaca 4 atau 6 harokat. Kenapa dibaca 4 atau 6 harokat? Karena huruf kinayah atau kata ganti laki-laki yang di sini direpresentatifkan oleh hu, dia terpisah dengan hamzah di beda kata. Seperti yang beliau tampakkan di dalam chat. Silakan dilihat di dalam chat. Di situ beliau menuliskan malahu akhlaqah. Maka dibacanya dengan 4 atau 6 harokat. Malahu akhlada. Dengan 4 harokat atau dengan 6 harokat. Nah, syekhana. Nah. ثم ننتقل إلى بيت 45 قال ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا يعني مثل المد المنفصل في حكمه أو في مقدار المد. ومثل ذا يعني مثل المد المنفصل في المقدار. طب أريد أن أسأل سؤالا، ما هو المقدار؟ ما هو مقدار المد في الجائز المنفصل؟ من يجيب؟ Baik, siapa yang bisa menjawab miqdar panjang atau ukuran mad munfasil? Silakan, ada yang siap menjawab, silakan. Onkan mikrofonnya. 4 atau 5? Empat atau lima? Arba atau khamsa? La. Huwa yaqsidu bidzalika madza? Naam, sahih. Naam, sahih. Sahih, afwan, maaf. Barakallahu fik ustaz Amurni, jazakallahu khairan. Naam, sahih. Tayyib. فهو يقول هنا ومثل ذا مقداره بنفس المقدار لكن هنا يقصد بالمقدار الجواز أو المد والقصر المد والقصر إن عرض السكون يعني إن جاء بعد حرف المد سكون عارض لأجل الوقف سكون عارض ليس أصلي إذا كان السكون أصلي يكون مد لازم الآن سنشرحه إن شاء الله لكن هنا مد عارض لأجل الوقف يعني مثل كلمة تعلمون نستعين عند الوقف الآن عندنا ساكنان أمامكم على الشاشة أو أمامكم في المتن كلمة نستعين مثال نستعين الياء الياء حرف مد وإذا قلنا حرف مد معنى أن الياء ساكنة سبقت بكسر وهو حرف العين المكسور ثم نقف على النون والنون في اللغة العربية لا يوقف إلا على ساكن يجب علي أن أقف على سكون فعندما أقول نستعين كيف أتخلص بالساكنين؟ قال بمد العارض بمد العارض وما هو مد العارض؟ أي مد حرف المد الياء أو الواو أو الألف حركتين أو 4 أو 6 جوازا حركتين أو 4 أو 6 جوازا فعندما أقول جوازا يعني يجوز لي أن أمده حركتين فقط كطويل كثيرا يا أستاذ هندرة أم أقلل نعم خلاص لا بأس لا بأس طيب عفوا نعم
Nafas. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini dikaitkan dengan mad munfasil tadi, kita masuk ke dalam mad yang masuk dalam mad jaiz, yaitu ketika dalam keadaan sukun-sukunnya arid. Kalau sukunnya asli, maka dinamakan dengan mad yang selanjutnya. Ada mad, mad kita mendapatkan mad yang bagian dari mad selanjutnya. Jadi kalau di atas ada mad luzum ya, lazim. Nah, kalau di sini ketika dia sukunnya sukun arid, maksudnya sukun arid sukun yang dia baru, tidak asli. Sukun arid itu adalah ketika kita membaca sebuah huruf di dalam Al-Qur'an, kemudian kita berhenti di bacaan tersebut padahal dia seharusnya dalam keadaan berharokat. Tetapi di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Al-Qur'an, ketika kita berhenti di dalam sebuah kata, maka berhentinya dalam keadaan sukun. Dan ketika kita mensukunkan atau berhenti di tempat tersebut, kita mendapati ada huruf mad. Contohnya adalah nasta'in. Nasta'in asalnya nasta'inu. Tapi dikarenakan kita harus berhenti bacanya, dan di dalam kaidah, kalau berhenti baca, maka berhenti di dalam sukun. Bagaimana ini ada dua sukun yang bergandengan, yaitu iya dan nun. Maka mengatasinya, iya-nya dipanjangkan dengan dua harokat, atau empat harokat, atau enam harokat. Jadi bisa dua, bisa empat, bisa enam. Dengan hukum jaiz, maksudnya boleh. Kita bisa berhenti dengan dua harokat, kita berhenti dengan empat harokat, kita berhenti dengan enam harokat. Dengan catatan tentunya, dia berhenti di dalam sebuah huruf yang didahului oleh ya ketika kasroh, didahului oleh waw ketika domah, didahului oleh alif ketika bersentuhan dengan fathah. Maka dihukumi dengan mad arid, sukun. Mad yang sukunnya bukan asli atau sukunnya baru atau sukunnya sukun palsu. Nah, syekhana. Nah. جلس إن شاء الله واضح إن شاء الله طيب ننتقل إلى البيت الذي بعده يقول أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا تتذكرون يوم الأحد أنا قلت أن ملحقات المد الطبيعي يوجد مد البدل أليس كذلك؟ وقلت لكم سأشرحه في بيت 45 ها هو قد أو بيت 46 فها هو قد وصلنا إليه فمد البدل أو تعريفه أن يقدم همزة على المد يعني أولا الهمزة ثم حرف المد ويكون ذلك بعكس مد الواجب المتصل الواجب المتصل أولا حرف المد ثم الهمزة مثل السماء أولا الحرف المد ثم الهمزة لكن مد البدل أولا الهمزة ثم حرف المد عكسه فهذا نسميه بدل نسميه بدل لماذا سمي بدل لأن الحرف المبدل من الهمزة ألف أو حرف مد مثل آمنوا إيمانا أصل كلمة آمنوا أآمنوا هكذا همزتين أنا سأكتبه على الشات الآن إن شاء الله أصلها أآمنوا انتبه معي أستاذ هندرة واكتب كل شيء نعم 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 أآمنوا هكذا أصلها لكن عند مد البدل عند مد البدل قالوا لابد أن نبدل لابد أن نبدل الهمزة الثانية الساكنة أأمنوا يعني هكذا أأمنوا قالوا ثقيلة على اللسان لابد أن نبدل الهمزة الثانية بحرف مد لماذا؟ حتى يكون سهلة في النطق فجعلوها هكذا الكلمة الثانية التي كتبتها على الشات فقالوا آمنوا بدل أن نقول أأمنوا إئذن هكذا إيمانا قالوا لا تكون سهلة عند النطق نقلب أو نحول الهمزة الثانية إلى حرف مد فنقول آمنوا إيمانا هكذا إيذن مسؤولا إسرائيل قرآن هكذا فهنا نسميه مد بدل وهو ملحق طبيعي ملحق من المد الطبيعي ف
فنمده حركتين فقط، فنمده حركتين فقط. لكن Baik, hadirin rahimakumullah, di hari Ahad beliau menyebutkan tentang mad badal dan beliau menyebutkan akan diterangkan di bait 45 dan 46. Dan kita sampai kepada bahasan yang disampaikan oleh Syekh di hari Ahad tersebut. Baik, hadirin rahimakumullah, mad badal adalah mad yang berkaitan tentang hamzah dan sebaliknya dari mad wajib. Kalau mad wajib tadi disebutkan madnya dulu bertemu dengan hamzah. Kalau ini sebaliknya, ada hamzah kemudian setelahnya ada mad. Maka ini adalah kebalikan dari mad wajib. Dan hadirin rahimakumullah, kenapa dinamakan dengan mad badal? Karena mad badal ini adalah mad yang fungsinya mengganti. Mengganti dari apa? Mengganti dari dua hamzah yang berdampingan. Mengganti dari dua hamzah yang berdampingan. Asli dari amanu adalah a'manu. Aslinya amanu adalah a'manu. Tetapi kemudian dikarenakan sulit pengucapan bagi orang Arab, tentunya inilah sesuatu yang sulit untuk mengucapkan dua hamzah yang bergantengan. Maka untuk memudahkan dari dua huruf yang bergandengan ini, maka hamzah yang kedua agar mudah pengucapannya diganti menjadi sebuah mad, diganti menjadi pemanjang, dipanjangkan. Maka alih-alih berkata a'manu menjadi amanu. Alih-alih berkata i'mana menjadi imana. Alih-alih berkata a'manu menjadi amanu. Alih-alih berkata i'mana menjadi imana. Demikian pula mas'ula dan huruf-huruf yang lainnya. Maka hadirin rahimakumullah, dan mad badal ini mulhaq, dia diikutkan kepada mad tabi'i. Seperti yang disampaikan oleh Syekh di pertemuan sebelumnya, bahwa mad badal diikutkan ke dalam mad tabi'i, yaitu membacanya dengan dua harokat. Naam Syekhana. Naam. طيب السؤال هنا. قلنا أن مد البدل من ملحقات المد الطبيعي. لماذا وضعه الناظم في أقسام المد الفرعي؟ لماذا؟ سؤال من يعرف؟ Baik, kita mengetahui bahwa mad badal ini dimasukkan ke dalam mulhaq, kepada pengikut dari mad tabii. Pertanyaan dari Syekh, semoga ada yang bisa menjawab, kata Syekh, kenapa mad badal dimasukkan kepada pembahasan di dalam mad fari? Ada yang tahu kenapa? Man ya'rif? Karena ada sebab hamzah bertemu mad. Sedangkan di mad tabii tidak, di mad tabii tidak ada sebab. Ulangi, Ukhti, suaranya ada dengung-dengungnya, kurang jelas. Tadi apa? Karena mad badal ada sebab hamzah bertemu mad. Sedangkan untuk mad tabii tidak ada sebab hamzah. Li'anna hunaka sabab ya Syekh, bisababi hamzah wa li'anna. Naam, sahih. Naam, ijabah sahihah annahu bisababul hamzah. بسبب الهمزة. طيب أستاذ صبر الرحمة قد دخلت الآن قبل قليل. طيب لا بأس، جيد إن شاء الله. Baik, begitu. Jawaban dari Syekh benar, kata Syekh. Kenapa dia dimasukkan ke dalam mad yang dikategorikan sebagai far'i? Dikarenakan dia termasuk mad yang punya penyebab, yaitu penyebabnya hamzah. Betul jawaban dari Ustazah Murni. Barakallahu fiik. Naam. Ijabah sahihah, barakallahu fiik. Naam. Tayyib. Bilnisbah li al-mad al-wajib al-muttasil wal-ja'iz al-munfasil wa mad al-badal hadha sababahu al-hamz. Sababahu al-hamz. Lakin mad al-'arid lis-sukun alladhi kana fi bait batlima ثم إلى بيت 47 اقلب الصفحة أستاذ هندرة للإخوة حتى ينظرون ولازم أن السكون وصل هذا سببه بالسكون أما المد الواجب للمتصل
والجائز المنفصل ومد البدل سببه الهمز، مد فرعي سببه الهمز إلا البدل ما الطبيعي. أما الذي يتعلق بالسكون مد العارض للسكون ومد اللين ومد اللازم. شرحنا مد العارض للسكون، الآن سنشرح مد اللازم إن شاء الله. شرحنا مد العارض للسكون، سنشرح المد اللازم إن شاء الله. Baik, hadirin Allah, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan mad lazim dan kita mengetahui bahwa mad arid disukun berkaitan tentang sukun, demikian juga mad lazim. Dan tadi kita masuk ke dalam pembahasan mad badal yang dia penjawabnya adalah hamzah, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya berkaitan tentang mad lazim. Nah, syekh Anda. Naam, بالنسبه للمد اللين شرحناه سابقا في بيت 41. قلنا والليل منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل أعلنا، انتهينا منه. الآن سنشرح المد اللازم، لكن قبل أن نشرح المد اللازم أريد أن أنبه على أمر مهم جدا ربما لا أحد يعرفه أو القليل من يعرف ذلك، وهو الفرق بين مد اللين ومد العارض للسكون وصلا ووقفا. من يعرف؟ هو ليس موجود في المتن، لكن هذا سؤال خارج المتن لابد للجميع أن يعرفه، خصوصا بيك. لأنكم ستقرؤون بالسند لابد أن تعرفونه. بيك pembahasan tentang مد اللين بين العارض للسكون واللين وصلا ووقفا. بيك مد اللين sudah dibahas di bait ke-41 dan itu sudah selesai pembahasannya. Tetapi beliau ingin memberikan sebuah keterangan yang penting berkaitan tentang mad lazim dan juga mad bantlin. Beliau ingin mengetahui, barangkali sudah ada yang tahu karena beliau menyatakan sedikit sekali kadang-kadang mengetahui tentang hal ini. Apa perbedaan madlin? Apa perbedaan madlin dengan mad arid li sukun ya syekhna? Fi waqfan wa waqslan, di dalam waqaf dan wasl. Oh, na'am. 'Inda al-wasl wa 'inda al-waqf. Ma al-farq baina mad al-lin wa mad al-'arid li sukun? Apa perbedaan madlin? Farqun muhimun jiddan. Bagaimana perbedaan mad lin dengan mad arid li sukun ketika waqaf dan ketika wasl? Perbedaannya seperti apa? Ada yang tahu? Dan ini persoalan yang penting menurut saya, apalagi bagi orang-orang yang ingin mengambil sanad, apalagi bagi orang-orang yang mengambil sanad. Ini adalah hal yang sangat penting. Silakan yang tahu apa perbedaan mad lin dan mad arid li sukun ketika waqaf dan ketika wasl. Silakan. Ada yang tahu? Coba. Untuk satu-satu pertama. Silakan. Ini suaranya tabrakan. Siapa dulu? Silakan. Iya, silakan. Untuk Man Yujib. Abu Arsi ya. Iya. Ketika wasal, ketika wasal untuk mad lain diucapkan dengan dua harokat dengan lunak tanpa hentakan. Sedangkan mad arid disukun diucapkan ketika wasal maka menjadi mad tabii. Kedua, ketika waqaf mad lain ketika waqaf maka dibaca dengan al jawab fi kalimataini faqat ustaz Abu Aisyah. Dua kata saja jawabannya, perbedaannya di dua kata, enggak panjang-panjang kata Syekh. Jawab tawil masyaallah. Atau ربما تشرح الجواب لاني انا لا افهم اللغه جيدا. Nah. Kalau ini harus pakai tafsir katanya penjawabannya, karena memang beliau nggak paham tentang bahasa Indonesia. Beliau hanya menginginkan dua kata yang membedakan antara madlin dengan mad arid li sukun dalam waqaf. Ketika waqaf bedanya mungkin yang untuk waqaf madlin diucapkan dengan lunak sama-sama panjangnya. Cuma untuk yang mad arif diucapkan memanjang tanpa lunak. Allah alam. Terjem lana Ustaz Hindra. Fil wasl ya Syekh, madlin layinan, yani laisa
يعني لاين نمشي وامد مد أرد مد أرد يسكون عند ال عند الوصل يعني سيكون ستكون يعني مد طبيعي فقط يا شيخنا. طيب طب عند الوقف kalau waqaf gimana kalau waqaf bagaimana عند الوقف kalau waqaf keduanya seperti apa kata Syekh. طيب ketika waqaf عند الوقف Abu Aisyah bagaimana kalau waqaf Abu Aisyah iya kan ketika waqaf طيب خلاص سنجيب ان شاء الله لان الوقت بيك 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 وكان جلسكان جزاكته بارك الله فيكم بارك الله فيك استاذ ابو عائشه جزاك الله خيرا. طيب يا اخوه الفرق بربيدا اليس كذلك استاذ هند بربيدا يعني فرق صحيح نعم بربيدا يا شيخ بربيدا مد لين دان مد عار للسكون في الوصل مد اللين لا مد فيه لا يوجد مد أما العرض للسكون يوجد مد حركتين فقط أما عند الوقف مد اللين ومد العارض للسكون سواء حركتين أو أربعة أو ستة فقط هذا هو الفرق. Baik, hadirin rahimakumullah, perbedaannya kalau dalam keadaan wasal maka mad maka lin tidak ada mad. Sekali lagi kalau dalam keadaan wasal maka lin tidak ada mad. Sementara mad arid li sukun ketika dalam keadaan wasal dia dua harokat. Dan kalau dalam keadaan waqaf, kalau dalam keadaan waqaf dua-duanya sama. Sekali lagi, kalau dalam keadaan waqaf lin dan mad arid li sukun dua-duanya sama, bisa dibaca 2, 4 dan 6. Begitu kata Syekh. Naam, yani misal عندما نقول قريش كلمة قريش في dalam surat قريش قريش الياء ini mad lin. لماذا ياء السكون سبقت بفتح سكون سبقت بفتح فهنا مد لين عند الوصل ماذا نقول لإيلاف قريش إيلافهم بكان أن نقول لإيلاف قريش سلا خطأ فمد العارض للسكون عند الوصل حركتين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط نستعين اهدنا إينو دو حركة لكن لا ينفع أن نقول في مد العارض السكون عند الوصل بلا حركة مثال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط سلا خطأ نستعين لا ينفع لازم أدى مد حركتين يوجد مد حركتين لكن مد اللين عند الوصل لا يوجد مد فهذا هو الفرق بين مد اللين ومد العارض للسكون عند الوصل لابد أن نفهمه جيدا كثير حتى سألت بعض الإخوة ممن يحملون السند لا يعرفون الفرق بين هذين السؤالين فلابد أنتم أن تنتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيك. Baik hadirin rahimakumullah disampaikan oleh Syekh tadi perbedaan antara mad arid li sukun dan mad lin dalam keadaan waqaf dan wasal. Ketika dalam keadaan wasal li ila fi quraish tidak ada quraish salah. Tapi li'ila fi Quraisy dia dalam keadaan dilinkan bukan dimadkan. Tetapi berbedaan dengan nasta'in memang harus dimadkan nasta'in gitu ya. Tidak boleh nasta'in itu tidak boleh. Dan dalam keadaan wasal seperti itu. Dalam keadaan waqaf dua-duanya sama. Baik dalam Quraisy maupun nasta'in dia dibaca dengan 4 dengan 2, 4 atau 6 harokat. Ini perbedaan yang harus diketahui oleh orang-orang yang mengambil sanad. Jadi ini apalagi antum semua diproyeksikan untuk mengambil sanad seluruhnya. Ini adalah sebuah ilmu yang harus diketahui dan difahami oleh setiap orang yang mengambil sanad. Jadi perbedaannya antara mad arid li sukun dan mad lin dalam keadaan wasal dan waqaf. Barakallahu fikum. طيب ننتقل إلى مد اللازم البيت الأخير يقول الناظم
ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. هنا قال ولازم يعني الحكم الثالث. الحكم الأول قلنا الواجب الوجوب مد واجب متصل. مرة أخرى نعيد. الحكم الثاني مد الجائز جائز منفصل، قلنا فيه مد الجائز المنفصل مثل إنا أعطيناك، ومد الصلة الكبرى مثل ما له أخلده، ثم مد البدل من ملحقات المد الطبيعي. ثم الحكم الثالث وهو اللازم الوجوب والجواز واللزوم. المد اللازم هو أن يكون بعد السكون الأصلي حرف مد وصلا ووقفا، ليس سكون عارض كما قلنا في المد العارض للسكون، لا هنا مد أصلي، عفوا سكون أصلي. فعندما يكون سكونا أصليا ثم بعده حرف مد فهنا لابد أن نأتي بالمد اللازم مدا طويل، كما قال الناظم ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. طولا يعني مد طويل ست حركات، مد طويلا ست حركات. Baik, hadirin rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan mad lazim. Walazimun ini sukunu usila. Di sini dihadirkan tentang pembahasan mad lazim. Dan yang harus diketahui bahwa yang dinamakan dengan mad lazim ini adalah sukunnya sukun asli. Bukan sukun yang arid, tapi dia sukun yang asli. Maka kalau terjadi dia bertemu antara perkataan tidak seperti yang kita mengetahui di dalam pembahasan tadi. Ini pembahasan yang ketiga hadirin. Setelah mad jaiz munfasil di bagian kedua dalam kalimat inna a'tayna. Dia terpisah maka dinamakan dengan munfasil. Dan kemudian tadi pembahasan tentang mad badal dan sekarang kita masuk ke dalam mad lazim yang di dalamnya ada sukun asli. Maka kalau terdapat sebuah mad bertemu dengan sukun dan sukunnya sukun asli, maka dia dinamakan dengan mad lazim. Mad lazim dan panjangnya adalah 6 harakat. Baik dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan waqaf. Di dalam kalimat waslan wa waqfan ba'da madin tuwila. Maksud dari kalimat tuwila adalah bagaimana mad tersebut dipanjangkan. Jadi madnya adalah mad panjang. Maka dia wajib dipanjangkan 6 harakat dalam mad لازم. نعم شكرا. نعم طبعا المد اللازم ينقسم إلى قسمين، منه حرفي وكلمي، هذا سنشرحه اللقاء القادم. لكن سأضرب مثالا على الكلمي في المد اللازم، مثال كلمة الضالين التي في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب كلمة الضالين الألف أو حرف المد ضاء، هذا طويل مد ثم بعده سكون، أين السكون؟ اللام هنا، اللام حرف اللام مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذن اللام هنا حرفين ساكنين، عفوا ساكن ثم متحرك، فجاء حرف المد ثم بعده حرف الساكن الذي من الشدة، فنقول الضاء أصله الضالين، هكذا أصلها هكذا، كما قلنا في مد البدل أأمنوا، فأصلها هكذا لكنه أضغم فأصبح حرفا مشددا حفاظا على اللفظ القرآني، حفاظا على اللفظ القرآني. فعندما يكون الحرف المد ثم بعده سكون أصلي ليس عارض، سكون أصلي ضال، هذه اللام عبارة عن حرفين ساكن ثم متحرك لأنه مشدد، فالساكن أولا فكان حرف المد، ثم الحرف الساكن هنا فكان هذا لابد أن يكون المد لازم طويل. لماذا؟ حتى نظهر الحرف الساكن، حتى نظهر الحرف الساكن. إذا كان المد اللازم قليلا مثل حركتين الضالين هكذا نقول الضالين، لا ينفع لا يستقيم المعنى، لكن لابد أن يكون المد طويلا حتى نظهر الحرف الساكن، حتى نظهر الحرف الساكن، فنقول هكذا الضالين.
لأن الناظم قال ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولة. واضح إن شاء الله أستاذ هندرة أم واضح أعيد؟ واضح نعم بارك الله. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini disampaikan tentang mad lazim. Dan di hadirin rahimakumullah, di dalam pembahasan ini, pembagian tentang mad lazim, beliau menegaskan kembali bahwa dia adalah sukunnya sukun asli. Dan kita mengetahui bahwa dia tuwila dipanjangkan 6 huruf. Dan kemudian di sini hadirin rahimakumullah, di sini ad-dallin, walaupun ini pembahasannya insyaallah di bab ke depan, bahwa yang dinamakan dengan mad lazim itu terbagi menjadi dua. Beliau mencontohkan salah satu bagian dari mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Di sini yang dicontohkan oleh Syekh adalah ad-dallin. Yang pertama adalah dha. Di situ ada dot, kemudian ada alif di situ. Kemudian di mana sukunnya? Maka di dalam lam setelah do, di dalam lam setelah do, setelah huruf mad alif bertemu dengan lam. Lam di situ ada syaddah. Di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan syaddah atau tasydid mewakili dua huruf yang berdampingan. Yang pertama sakin, yang pertama dalam keadaan sukun, yang kedua dalam keadaan mutaharrik. Maka kemudian digabung dua huruf tersebut menjadi syaddah, menjadi tasydid. Jadi tasydid itu adalah sebuah simbol yang mewakili dua huruf yang digabung. Yang pertama dalam keadaan sakin atau sukun, yang kedua dalam keadaan mutaharrik. Maka dinamakan dengan dua huruf yang berdampingan yaitu syaddah. Nah, kemudian di sini bertemu antara huruf mad. Hurufnya mad apa? Alif. Kemudian bertemu dengan huruf sakin. Huruf sakinnya apa? Lam. Yang sukun bertemu dengan lam yang mutaharrik, maka kemudian dinamakan dengan dua huruf tersebut bertemu sehingga dinamakan dengan mad lazim. Dan ini kenapa dipanjangkan? Dipanjangkan untuk menjaga makna secara Qur'aniyah, untuk memperlihatkan adanya sukun di sana. Maka dipanjangkan dengan 6 harokat. Ini dipanjangkan dengan 6 harokat. Ad-dallin. Maka dinamakan dengan mad lazim sekali lagi untuk menjaga dari maknanya. Karena kalau dipendekkan dallin gitu ya, dallin, maka ini tidak menjaga makna. Dari tidak menjaga makna atau memperlihatkan bahwa di situ ada sukun dan sukunnya sukun asli di dalam huruf lam. Naam, Syekh. Naam, واضح ان شاء الله. طيب. هناك امر اخر. نحن انتهينا من اقسام المد كلها. بقي المد اللازم وأحكامه سنشرحه اللقاء القادم، ربما نحتاج لقاء أو لقاءين وننتهي من تحفة الأطفال إن شاء الله ونبتدي بالجزرية. فطيب هنا إذا أو هنا مسألة، هنا مسألة، إذا اجتمع أسباب المد أيهما يقدم في الأقوى، أو ما هي أقوى المدود؟ أنا سأكتب الآن على الشات أقوى المدود. أقوى مد يا كرام هو المد اللازم، أقوى مد هو المد اللازم، ثم بعده المد الواجب المتصل، ثم بعده مد العارض للسكون، ثم بعده مد الجائز المنفصل، ثم بعده مد البدل. إذن أضعف شيء هو مد البدل. قال الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. أنا كتبتها على الشات الآن وأرسلتها لكم في رسالة. إذن أقوى المدود لازم. الآن إذا اجتمع عندي في كلمة واحدة سببان للمد، مثل كلمة آمين، آمين كتبتها على الشات التي في سورة المائدة، ولا آمين البيت. الآن كلمة آمين يوجد بها ثلاثة مدود، كلمة آمين لوحدها يوجد ثلاثة مدود. المد الأول وهو مد ماذا؟ مد بدل. ثم الميم مشددة ثم سبقت بحرف مد، فهنا مد لازم كلمي. ثم إين الياء والنون مد عارض للسكون. إذن هذه الكلمة كلمة واحدة فقط يوجد بها ثلاثة مدود. الآن أولا عندي مد بدل ومد لازم، أيهما أقدم أولا؟ أقدم مد اللازم.
لأنه قوي، فلا أقول آمين آمين بسبب وجود مد البدل، لكن لا، يوجد من هو أقوى من مد البدل وهو المد اللازم، فنقول آمين هكذا. إذن لابد أن نقدم المد القوي على المد الضعيف في هذه المسألة، والمد القوي والضعيف كما أرسلت لكم في الشات قبل قليل أن أقواه هو المد اللازم، ثم المتصل، ثم العارض، ثم المنفصل، ثم مد البدل. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. Baik, hadirin rahimakumullah, terdapat sebuah pertanyaan. Ketika terjadi dua mad yang bergandengan, mana yang harus diutamakan? Maka kemudian hadirin rahimakumullah, beliau memberikan chat, menuliskan di dalam chat apa yang beliau ambil dari salah satu matan. Salah satu matan Al-Sabil al-Madha ya Syekh, hadha al-matan. لا هو قاله شيخ إبراهيم السمنودي ليس في السلسبيل، السلسبيل لشيخ عثمان مراد لكن هو نظم خاص بالشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله. Baik, ini adalah salah satu bait dari Saman Hudi dari salah seorang syekh, dinyatakan bahwa aqwal mudud lazimun fama ittasala fa'arid kemudian infisal wa badal. Maka di sini kita mendapatkan urutan ketinggian atau kekuatan mad. Yang pertama adalah lazim, yang kedua adalah muttasil, yang ketiga adalah mad arid, yang keempat adalah mad jaiz, yang kelima adalah mad badal. Silakan ditulis hadirin rahimakumullah. Yang pertama, urutan yang paling kuat adalah lazim, yang kedua adalah mad muttasil, mad wajib muttasil, yang ketiga adalah mad arid disukun, yang keempat adalah mad jaiz munfasil, dan yang kelima adalah mad badal. Maka kalau kita menemukan sebuah kata yang di dalamnya ada dua mad yang bersentuhan atau lebih, maka mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan adalah yang paling kuat. Beliau memberikan contoh amin. Di sini bertemu tiga mad. Yang pertama adalah mad badal a. Dia adalah hamzah yang di fathah. Yang kedua adalah mad lazim, yaitu ketika min itu ketika hamzah kemudian dipanjangkan bertemu dengan syaddah di dalam min. Maka kita mendapatkan mad lazim yang kedua. Yang ketiga min mad arid di akhir, mad arid disukun. Maka ketika kita membaca amin, mana yang lebih utamakan? Apakah mad badalnya atau mad lazimnya? Maka berlaku hukum yang tadi disebutkan bahwa mad lazim lebih utama daripada mad badal. Maka membacanya lebih diutamakan, dipanjangkan 6 harokat. Seperti itu. Amin. Mad arid disukun bisa dibaca 2 atau 4 atau 6. Maka ini yang kemudian menjadi sebuah kaidah ketika terjadi dua mad yang berdampingan dan kita mendapatkan harus memilih, maka kita harus memilih mad yang lebih tinggi kedudukannya. Saya ulangi kembali, yang paling atas mad lazim, yang kedua mad wajib muttasil, yang ketiga mad arid disukun, posisi keempat mad jaiz munfasil, posisi kelima mad badal. Inilah urutan ketinggian atau kekuatan mad. Yang paling tinggi adalah mad lazim. Nah, Syekh. هل هكذا انتهينا من احكام المد؟ اعتقد انه واضح جدا. انا شرحت اليوم بزياده يعني مثل الدوره العليا ومثل شرح السند. نعم. انت كنت معي في دوره تاهيليه في متن تحفه قبل ذلك، لكن لم اكن اشرح مثل هذا الشرح. فكان هذا الشرح بزيادة لأجل السند يعني عفوا. فهل أحد عنده سؤال أو يريد أن يفهم شيئا قبل أن نختم؟ Baik, hadirin rahimakumullah, beliau sengaja menambahkan penambahan penjelasan agar lebih jelas, karena memang majelis ini adalah majelis sanad. Beliau tidak pernah menjelaskan lebih dari ini di pertemuan-pertemuan sanad, di pertemuan-pertemuan daurah sebelumnya. Beliau menjelaskan lebih detail, lebih jelas, dan harus beliau berharap sangat jelas penjelasan beliau, karena memang ini diperuntukkan untuk majelis sanad yang semoga penjelasannya lebih detail. Baik, sebelum beliau menutup, ada pertanyaan? Ada yang soal ya, Kiran? Ada yang ingin bertanya sebelum beliau menutup? Ya.
Apakah ada untuk yang apa alif panjang atau hamzah panjang yang di luar mad badal dalam Al-Qur'an? Apakah semua hamzah panjang itu mad badal atau ada pengecualian? Hal kullu syai'in minal hamzah kulluhum kullu syai'in madayan qasimun minal badal ya syekhana. كيف لم افهم كل شيء من همزه هل يعني يتبي للمد بدل يا شيخنا البدل تعريفه واضح قدم الهمز على المد يعني اي حرف مد سبقه همزه سواء في اول الكلمه او في وسط الكلمه يكون مد بدل في وسط الكلمه نسميه شبيه البدل مثل متكئين اسرائيل قران مسؤوله هكذا هذا نسميه مد شبيه بالبدل يأخذ حكم البدل حركتين لكن المد البدل هو أن يسبق أو يسبق حرف المد بهمزة إن أولا الهمزة ثم حرف المد أينما تجد همزة أولا ثم حرف المد في أول الكلمة أو في وسط الكلمة فهذا نسميه مد بدل هكذا فقط Baik, bahwa seluruh mad yang diawali oleh hamzah dan setelahnya dipanjangkan maka seluruhnya dinamakan dengan mad badal. Kecuali Israel tadi disampaikan oleh Syekh dia dimasukkan ke dalam mad yang sabih lil badal. Dia mad yang disepertikan badal. Dia disepertikan badal. Kenapa? Karena dia tadi disampaikan oleh Syekh diikutkan ke dalam mad badal. Jadi kalau kita mendapatkan hamzah baik di depan kata, di akhir kata, atau di pertengahan kata yang diawali oleh hamzah, diikutkan oleh badal, diikutkan oleh mad atau alif, maka dia dinamakan dengan mad badal. Itu. Nah, barakallahu fiik. Jelas Abu Aisyah. Nah, wadih Ustaz Abu Aisyah? Jelas? Aisyah. Wadih. Abu Aisyah. Aisyah. Wadih. Wadih. Barakallahu fiik. Baik, man ghairuhu? Tidak ada pertanyaan lain? Masyaallah, kullukum ulama, masyaallah. Taqabbalallah. Baik, semuanya jadi ulama insyaallah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan katsiran. Nah, naktafi bi hadzal qadar ya syekhana. Oh, na'am, naktafi insyaallah wal marah al qadima sanabda fi hadza fi aqsam al mad al lazim. Rubbama yahtaju اللقاء أو لقاءين حسب ما الوقت إن شاء الله تعالى. Baik, satu pertemuan atau dua pertemuan, insya Allah kita akan menyelesaikan Tuhfatul Atfal dan kita akan masuk ke matan selanjutnya yaitu matan Al Jazariyah. Jazakallahu khairan katsiran. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Naam ya syekhuna jazakumullahu khairan katsiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khair. Naam ya syekhuna naktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya Ustaz Indra, ana sa'attasilu bika al-an insyaallah ba'da an nantahi min hadzal maghrib al-an. Naam. Tayyib, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup pertemuan.